يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في أحد المساجد مكتبة كبيرة، ويوجد فيها آلة تصوير وتصور العشر الأوراق بريال في هذا المسجد، فهل يدخل هذا في البيع في المسجد؟ نعم، لا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للحرفة، مكانا للحرفة، تصوير الأوراق، صناعة شيء من الأمور الاحترافية ما تكون في المسجد. نعم. أما إذا كانت الغرفة منعزلة عن المسجد وبابها على الشارع فلا بأس، أما إذا كان بابها على المسجد فهي تعتبر من المسجد. نعم.